حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقه والتعفف والمسأله اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقه والسفلى هي السائله